صباح الخير مشاهدينا، إن شاء الله تكونوا جاهزين لتمارين اليوم. تمارين اليوم هي تمارين إحماء للجسم كامل، ولكن بزيت الوقت راح خليكم تعرفوا إنه تمارين إحماء هي زيت التمارين إحنا بنستخدمها عادة بالتمارين العادية. بس كيف بتكون؟ إحنا عادة بنحمي أو نبلش تمارين إحماء بوزن الجسم صحيح، ولكن إذا ضفنا لزيت الحركات أوزان خفيفة إلى متوسطة ممكن تصير تمارين عالية الشدة، وراح خليكم رح أعلمكم هدول التمارين كل ما تعرفوا كيف تستفيدوا من التمارين زيتها. وأصلا يفضل دايما قبل التمارين إنه إحنا نبتدي زيت التمارين أو زيت الجدول التدريبي اللي نحن راح نعمله بالأوزان نعمله بتمارين الإحماء، يعني نأدي زيت التمارين. فرح نبتدي بالأول على مهل، رح نلف يمين وشمال، رح نحرك سلسلة الظهر شوي، افتحوا الرجل ولفوا معي يمين شمال، شدوا عضلات البطن بكل التمارين. أوكي، هلا روحوا معي على جنب، نحرك شوي الخصر، نمدد العمود الفقري مع التنفس على مهل. اوكي، هلا ننزل ايدين هون على الركب، افتحوا الركب شوي على برا، خذوا الكتف يمين وشمال. بعدين خذوا معي نفس من تحت، علوا لفوق، طلعوا النفس لفوق بعد مره ولفوق. اوكي، هلا مع بعض اول تمرين رح نعمل فيه سكوات. اوكي، وسكوات اكيد هو بصير من تمارين الاحماء اللي هو بوزن الجسم. سكوات بنعمل لكمه يمين شمال، برجع بنزل سكوات، بطلع لفوق، اللي بطلع لفوق بطلع على الاصابع اذا كنت بدون اوزان. سكوات يمين شمال، سكوات بطلع لفوق على الاصابع. اوكي، سكوات يمين شمال، هون لما بدي روح يمين شمال بدي شد عضلات البطن. اوكي، سكوات برجع بطلع لفوق، بعد مره مع بعض يمين شمال سكوات ومطلع لفوق على الاصابع. بعد هيدا راح نخلي الاجر هون، راح نركب بمكاننا شوي تنعلي شوي ضربات الجسم، ضربات القلب. بنعمل اربع مرات يمين شمال، نرجع بنركض. شايفين راح نلف واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعد مرة أربع مرات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يكون علينا ضربات القلب ورفعنا شوي درجة حرارة الجسم. بعدين رح نروح شايفين على جنب، الإيدين بتجي نص مستوى الكتف، وبروح على بالرجل على جنب. هلا في حال أنا قادرة ما عندي مشاكل في أقفز بهذا التمرين، أو إيدي مستوى الكتف أو فيني أعلي لفوق، هيك بكون عم زيد الشدة. هلا منين اللي أو نحمي العضلات الرجل اللي ورا، ففينا نروح لانج بعيد. اوكي، واطلع لفوق، لما بطلع لفوق بعلي ركبي، هون بكون عم نشط عضلات الكورة وعضلات البطن كرمال تساعدني بالتمارين بالتوازن. شايفين؟ ورا فوق ورا فوق. اوكي، هلا فينا نثبت هون، شايفين هيدي مطوية، باخذ الحوض على ورا، راح حمي عضلات الظهر بني روح جنب قدام جنب قدام، او حتى اذا كثير صعب في اسحب بس بهيدا الشكل. اوكي، زيت الشيء، بروح لورا برفع ركبي، بروح لورا بتوازن، بشغل التوازن عندي، بشغل عضلات البطن نشطهم. زيت الشيء مثل ما قلنا، فيني اخذ الحوض اثبت، روح على جنب، حمي عضلات الظهر، الكتف الخلفي. اوكي، اذا كثير صعب الحركه، في عنا مشاكل بالكتف، فيني بس اسحب هيدا الشكل. بناخذ نفس عميق، كل ما تعبنا حتى بتمارين احماء في ارجع اخذ نفس بهيدا الشكل. هلا شايفين هدول التمارين اذا ضفنا لهم وزن خفيف، نص كيلو، كيلو، 2 كيلو حسب قدرتكم، ما تتقلوا كثير لانه رح نتحرك فيهم كثير، فرح نحولهم لتمارين هيت، يلا نحرق دهون اكثر. رح نعمل سكوات، زيت الشيء، يمين شمال، بس لما بكون عندنا وزن شدوا عضلات البطن لما بدكم تعملوا اللكمه، تحت واطلع لفوق عن جديد. سكوات يمين شمال، سكوات برجع برفع لفوق، سكوات شدوا البطن، كنا عم شغل خصر وبطن مع الجزء السفلي، وهون عم شغل اكتاف لما بطلع. سكوات بنشغل بطن والخصر، سكوات بنشغل اكتاف، يلا لتحت فوق، هنعملها مع بعض، بعد مره مع بعض مع النفس لفوق. هيدا كان اول تمرين. ثاني تمرين رح نخلي الوزن هون، رح نركض مكاننا اربع مرات، شايفين؟ بعدين رح روح اربع مرات
تويست يمين شمال، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نركض نضل تحت، ركض 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 سريع، يمين شمال يمين شمال، ركض سريع على جديد. شايفين هلا بلشت تعلى ضربات القلب، نحس انه ما بقى فينا نركب جملة مفيدة وهيدا المطلوب. بعد هيدا التمرين رح نروح على جنب مثل ما هلا كنا عم نعمل بس بوزن الجسم، تاب تاب. اذا كان عندنا القدرة فينا نقفز، فينا نقفز مع الاوزان او فينا نضل بهيدا الشكل. بدنا نصعبها كمان، في ارفع رجل سكوات تحت تحت وجنب تحت جنب تحت جنب. شايفين بنزل سكوات بطلع جنب سكوات بطلع جنب. هلا من هون رح نرجع نروح هيدا التمرين اللي كنا عم نعمله اللي هو لانج واسع ظهر مشدود، بطلع بتوازن شد الوزن هون لشغل الذراعين مع الجزء السفلي، لفوق تحت لفوق. بياخد نفس أربعة، ننتبه على مهل منركز خمسة. أوكي رح نبقى هون، فش الحوض لورا مد الظهر، رح شغل الرجل مع الإيدين، فرح أسحب لما بجيب الرجل ومد هيك. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هيدي بتضل مطوية. رح نعيد زيت الشيعتين الرجل، رح روح لورا واسع وشد البطن فوق، واسع شد البطن فوق. هلا اذا ما عندنا توازن شو بعمل؟ بس هيك رجع رجل لهون، بطول رجل رجعها، او نتحدى نفسنا بنعمل هيدا التمرين. هلا رح نثبت نطوي هاي ونثبت هون، الظهر مشدود عن جديد، رح اسحب الرجل مع الايدين ونشغل عضلات الظهر، وهيدي تكون متويفة بحس بعضلات الأرداف ورا. سوا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نرجع نمشي بمكاننا، ناخد نفس. هلا حضيف لكم تمارين بعد، أكيد ما كملنا، ما فينا نوقف هون. رح أعمل رح شغل أكتاف أمامية مع رجل، فرح روح برجل ورا وجيب الوزن لقدام. إذا بدكم إياها فيها شوية تحدي ومتعة، شو بعمل لما برجع الرجل لورا؟ بياخد إيد لقدام وإيد جنب، إيد لقدام إيد جنب. تصير ألعب بالتمارين ونوع، أول شيء بستهدف عضلات أكثر والعضلة من جميع الجوانب الزوايا، ثاني شيء بكون أنا عم بتسلى كمان. ما بفهم بتسلى ولا تعبانين. لورا لورا. بعد هيدا رح خلي الوزن هون، كمان حركة كتير مسلية. رح نبلش اني ارفع الوزن لفوق مع الركبة، بشد عضلات البطن لما بسحب او برفع ركبة لفوق مع الايدين اربع مرات. بعدين رح روح مرتين بس الرجل، شو رح يصير؟ رح تطلع تقطع كروس، ترجع لورا فوق كروس فوق، وايدي بضلوا عم يتحركوا مع الوزن. نرجع أربع مرات لوحدهم، أربعة، بعدين واحد اثنين ثلاثة أربعة، عن جديد اثنين ثلاثة أربعة. أربع مرات كروس ورا كروس لورا، نزل الوزن لتحت. أكيد حسيتوا معي تعبتوا. آخر تمرين معنا رح أنزل على الأرض كرمال نشغل شوي بطن. اكيد بصير تمارين هيت او تمارين بدون تمارين بطن ما بصير. رح انزل الارض، شد الوزن هون، اطلع لقدام وارجع. اذا عندنا مشاكل بالرقبه ريحوا، ما تطلعوا من هون، في بس اطلع بالوزن لقدام وانزل. ما فيكم ترفعوا الرقبه اذا عندنا مشاكل، او في استخدم الرجل لفوق وتحت بهذا الشكل، ما تستخدموا الرقبه. ما عندنا مشاكل بنقعد وننزل مع النفس، هيك بنكون عم نشغل البطن كامل. بعدين في كف للخصر، اثبت وروح يمين شمال مع الوزن هيدا الشكل، ميلي على ورا
قد ما فيكم شدوا البطن، بدكم تصعبوا ارفعوا الاجر بالهواء كمان زيت الشي، منروح يمين شمال. خلينا نرجع نعيد بعد البطن لقدام، واحد اثنين اخر مرة، ثلاثة منضل هون ارفعوا اجرين بالهواء كمان زيت. لا خليني كفي امي فين بطن.